بسم الله الرحمن الرحيم. أم محمد تقول هل تجوز قراءة القرآن من غير على غير جهة القبلة وأيضا بمد القدمين أو وضع الساق على الأخرى؟ نعم، ليس هناك ما يدل على أنه يلزم الإنسان أن إذا أراد قراءة القرآن أن يتجه للقبلة أو أن لا يمد قدميه ونحو ذلك، فليقرأ على الحال التي يستعين بها على التدبر وكثرة القراءة وإحسان التلاوة.